قاسم. It's a new day. السلام عليكم خوتي خواتاتي. انا راه في اكادير عند لمين. فاتو مني وصلت لاكادير ودابا ان شاء الله خصني ضروري نمشي لتيزنيت لان عندنا ميت اب هذا الحد ان شاء الله. الله الله. تي تحية كبيرة للناس ديال المكناس، والله دوزنا معهم وقت واعر بزاف، خاصة خالتي والزوجة ديال الأم أمين، والله شكرا لهم بزاف بزاف. دابا انفتو هادشي مكلي هي هذيك هي هذيك. لا 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 تيزنيت كيدوي غير بالامازيغيه، يعني اكيد قال لي الدراري ما غتخرج من تيزنيت. ما تخرج من تيزنيت تعلم شي حاجه، تعلم شي حاجه. شنو جيت مع الدراري ديال تيزنيت هنايا دار الثقافه، هنا فين غنديروا الميتاب. يا دابا الدراري غيوريونا القاعه ان شاء الله. انا واحد الرئيس كبير عندنا في المنطقه الرئيس الحاج بالعيد راه هاد الاغنيه الامازيغيه. ايه شوف يعني هذا مشهور هنا في الامازيغ. ايه عالميا. واو ما شاء الله. غادي ندخلوا دابا للخزانات، الخزانه ديال الفضاء وهي مكلفه حياه. السلام عليكم. كيديروا في مجموعه الانشطه، كيديروا نشاط الراس ونشاط القراءه، وزي كنشوفوا الاعمال اللي جات الاستاذات الدراري الصغار كيكونوا ربوات الفضاء كبار يعني 13 عام فما فوق. هنا المكلفه بالخزانه وكيديروا عندنا تجاوبات ومحاضرات يعني متعدده التخصصات، يعني تقدر دير هنا اي حاجه. وهنا ان شاء الله هنا فين غنديروا الميت اب. شوفوا القاعه قداش، هنا فين غنديروا الميت اب. عرفتي للعلم ان راه باقي ما قلتش لكم زعما راه جيل تيزنيت وشي، ولكن الشباب ديال تيزنيت تبارك الله عليهم ديجا داروا هذه المساله، هضروا مع الدراري اللي انتريسين ديال بصح راه هادشي اللي كتشوفوا فيه كله راه عمر. يا عمر وانا كنتمنى من الدراري اللي ماشي من تيزنيت بلا ما تجيو تنجيو عندكم ان شاء الله المدن ديالكم ولا البلايص ديالكم، راه الناس ديال تيزنيت اصلا ديجا خادوا لي زانفيتاسيون ديالهم وديجا عمرت القاعه وكلشي. ياك هادشي اللي كاين. يا هذه هي من الاهداف ديال رحله التغيير، وهي ان فعلا تعرف على هاد المرافق وهادشي اللي كاين في المدن. بعض المرات كنمشي لشي مدينه كنعرف بهذاك المركز اللي كنديروا فيه واللي كيشتغلوا فيه الدراري ديال عائله ايوب اللي كيتجمعوا غير في الجروب وكيديروا هادشي اللي كيديروا فيه. دابا ديما كيجوني ميساجات كيقولوا لي ايوب راه ما كاينش في المدن، ما كاينش ما كاينش، يعني راه كاين. انتم شفتوا تبارك الله هادشي اللي كاين في المدينه. الله يعاونكم. ودابا غادي ندخلوا ندخلوا لتيزنيت. دابا دخلنا للمدينه القديمه. لا لا باب الوالي. شي الناس هنا كيلبسوا اللباس. شنو هي هذه؟ هذا هو البير ياك؟ انوش الحا. ها البير هو انوش الحا. هنا كليسه. الله يلا شو صالون. الله يلا صالون. صالون ديال العصر الحجري. تيزنيت كتميز بهذا اللون احمر ومشتقاته ياك. دابا جينا للمدرسة العتيقة. السلام عليكم. كتقرا هنايا؟ اش كتقرا هنايا؟ كنقرا العلوم الشرعية. العلوم الشرعية تبارك الله عليك. شكرا تبارك الله عليك. كتشوفوا هذا مسجد كبير. شو دابا غير هادي؟ هو راه سميتو المسجد الكبير. هو سميتو المسجد الكبير. واو هادي هادي أحسن أحسن بلاصة ديال الوضوء غادي نشوفها حتى الآن. بين الشكل ديالو واعر. ها مصوب بالنحاس. نحاس مصوب بالنحاس. حنا دابا في قصبة أغنج اللي كانت سابقا سجن، دابا مسرح مسرح الهواء الطلق. هذا التاريخ نتاعها. تبارك الله على الإخوان جالسين مزيان. راه هنا فاش دلطون غير واحد دلطون. جينا لواحد المكتبة هنايا، مكتبة كبيرة بزاف تبارك الله مصوبينها ومقادين داكشي تلاح.
دايرين ديك هذه قديمه هذا هو السيل القديم اللي كان هذه من اكبر المكتبات في تيسنيت والله الا دايرين بلاصه ديال فنيكلسو وداك الشيء مول هذه المكتبه يستحق تقدير واخا ما عرفنا شكون هو ولكن شوف تبارك الله فيها شحال فيها 4 ايطاج وداك الشيء والجميل في الامر هما ان دايرين اللي ما كانش عندك فلوس باش تشري وباش تدير يعني تقدر تجي لهذه المكتبه وتقرا يعني على ما بغيتوش ديزاين شوف دابا غادي نجيو لواحد الرياض كاين هنايا واو الحقيقه الكليسه زوينه هنا السيمفونيه وي تشوسرين اوتامن واو انت شو كليسه كبيره يا سلام كليسه يا سلام شاون صح شنو سميت البلاصه اللي بغاو يجيو لها الناس لومك دي فيغي والله البلاصه زوينه هنا بالله عرفتي واش كي ضيفني ما ضيفوني الشباب ديال انزا انزي يا ربي هما كيقراو التمريض عبد الرحيم ومعاذ كيقراو التمريض وحسن كيقرا ليستر كي دارت التجربه ديال التزوفريت وديالها واش اول عام لكم هذا الشيء اول عام غتزوفروا مع بعضياتكم ايه اول عام لينا كنت مع بعضياتنا بقاش مع القناه وداك الشيء مع بعض شويه على الاصل وراك عارف شنو زوفريت شنو هذا كان ضروري بنادم باش يكسب التجربه ويروح ولا داك الشيء خاص ضروري يدوز من هذه المرحله يا الحمد لله انا اصلا ديجا كنت كنعيش بوحدي ملي كنت كنقرا في الثانوي عايش بوحدي ملي طلعت دابا دابا وعايشين هنا الحمد لله ساكنين الحمد لله بحال خوتي الحمد لله الحمد لله ديما كنعيشوا وهذا النهار الحمد لله ملي تلقينا مع خاي ايوب راه نهار كبير ما عمري غنسى التاريخ ديالي الله يحفظك بالعكس راه شرف ليا نكون معكم اليوم دابا كنقول لك اخاي ايوب راه الناس ديال استاكوال كلهم نيابتنا كنيب عنهم دابا كيقول لك مرحبا بك مرحبا بك في تيزي الله يحفظك الله يحفظك شنو تقول لنا اخاي معاذ كما قال الزميل عبد الرحيم حنا دابا اي الزميل عبد الرحيم الجزيره صافي الجزيره بعد ملي انتقلنا من البكالوريا للدراسه التبريديه هنا بحكم البعد داك الشيء جمعتنا الصدفه هنا المهم كنقراو في نفس القسم عشنا تزوفيت هنا ومن قبل عشنا في الداخليه المهم واخا كاع عندنا تجربه جويه يا الحمد لله تجربه زوينه بالعكس تحيه كاع الدراري اللي كيعيشوا هذه التجربه ديال التزوفريت وهذه التجربه ديال انهم كيعيشوا مع بعضياتهم والله احسن تجربه انا كنت عشتها تقريبا انا وصديق ديالي في الرباط عشنا التجربه ديال تكونوا ساكنين في بيت واحد وتكونوا مجموعين وسميتوا الفرحه بالعكس احسن تجربه والله احسن تجربه وتحيه لكاع الدراري في المغرب اللي كيعيشوا التجربه الحمد لله النهار ديال اليوم داز رائع في تيزنيت عرفتي غيسولوني بزاف من الناس ديال اكادير يقول لك ايوب مشيتي لتيزنيت وما درتيش في اكادير ميت اب بالعكس الحمد لله الجروب ديال عائله ايوب عرفتي في اكادير راه مسكين داير جهد وجهدو كثير باش يشدوا القاعه وحتى الان باقي لاقين مشكل في القاعه بحال اخوتي بزاف على راسكم تصدع لكم بزاف راسكم بهذا ميت اب خصوصا انكم كنتوا بعاد اب هو الهدف الحقيقي ديال هذه رحله التغيير هو انك تجمع الناس في ديك المدينه ديالهم خصوصا الناس ديال الويب المغربي هذا هو الاساس ديال هذه رحله التغيير هادشي علاش غادي ديما نبقى نصدع لكم راسكم بهذا ميت اب ولكن اجمل فيها هو ان كيتعرفوا شباب على بعضياتهم اكثر وانهم كينظموا واحد الحدث اجمل من ذلك هو انك توري القمه شتو قبيله اننا كنشوفوا قاع كنوريكم قاعات وكشي حتى الا بغيتو شي خطره نتوما ديروا ميت اب وشي حاجه كتسهل عليكم العمليه يعني تجيو ديريكت غتلقاو هنايا الحمد لله العائله اللي تقدر تساعدكم ديروا ميت اب ديروا اي حاجه شي حاجه شي ايفينمون نتوما باغيين اي حاجه يعني غتلقاو الناس اللي غيدعموكم هنا كما دعموا ايوب الحمد لله هذه هي الفكره الاساسيه ديال هذه رحله التغيير يلا خوتي غادي نقول لكم شكرا بزاف حيت تبعتوا الفيديو الفلوغ اللي جاي تعرفوا على تيزنيت اكثر يلا خوتي قبل ما نطول لكم غادي نقول لكم تشاو تشاو وغدا سيكون اجمل ان شاء الله ديال الطواجن شوف مسافه ديال الطواجن كيف ساكن